سبحان الله يا اخي، انا كنت قاعد مع نفسي بالليل كده وزهقان، قلت افتح اللاب بتاعي واقلب في اليوم السابع، على موقع اليوم السابع شفت حاجه غريبه قوي. ما تقري له يا منى. زواج رجل الاعمال النائب حسام علام من دي هتيجي بعدين. المهم يا عمو، انا قلت اتفرج على الصور بتاعت الفرح. بص يا حسام علام ده حاجه فخمه قوي، قلت اشوف مين اللي حضر المناسبه دي يعني من حبايبنا ومعارفنا. لقيت حاجه غريبه يا حمو. ما تورينه يا منى. بص كده، دي عزه سعادتك. بس ازاي عزه سلطان الاباري تتحول الى منار ابراهيم الوكيل؟ منار ابراهيم الوكيل، ما تقري له يا منى. تم عقد قران رجل الاعمال النائب حسام علام على منار الوكيل ابنه رجل الاعمال الراحل ابراهيم الوكيل. ايوه كده ركبت في دماغي صح، يبقى اللي ازحت قصاد القطر منار مش عزه. يعني عزه انتحلت شخصيه منار. انت عارف مراتك اتجوزت مين؟ ها؟ ما سعادتك هي لسه قايل. لا هي ما تقولش، انا اللي هقول. وهيقبضوا عليها النهارده؟ بجد يا حسام؟ اديكي وكيل النيابه تطمني منه؟ انا قاعد معاه بقالي ساعتين ومعايا المحامي بتاعي كمان. يا حبيبتي ما تقلقيش، النهارده هيتقبض عليها وهنعرف اذا كانت هي ولا لا. هي طبعا، اصل مين ممكن يعمل كده؟ عارف يا حسام، انا مين صعبان عليا قوي؟ هند. هتبقى صدمه كبيره عليها قوي لما تعرف ان اختها قتلت جوزها. ثانيه واحده يا حبيبي، ولا اقول لك اقفل وهكلمك تاني. وخرجت من النيابه. باي. ايه سوما، في ايه؟ في واحد عايزك تحت. واحد عايزني انا؟ افندم. مساء الفل يا مدام منار. نعم. نعم الله عليك. الله، هو ده اتفاقنا ولا ايه؟ اتفاقي انا مش واخده بالي. لا 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 لا، الكلام ده يتلاقى بيه على حد غيري. لا انا سبتك الكام شهر اللي فاتوا دول عشان الظروف اللي كنت عايشه فيها، لكن بعد بقى الجواز والافراح انا الاوان دلوقتي كل واحد ياخد حقه ولا يكشف الحقيقه. حقيقه ايه؟ انت مين؟